الأعزاء أينما كنتم، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة فتحية الإسلام السلام فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من ميدان الهباب لسباق الهجن أحد أفرع ميادين نادي دبي، يجمعنا اللقاء بكم في صباح هذا اليوم السبت الموافق بتاريخ 10/6/23، حيث ننقل على حضراتكم وقائع سباق صباح هذا اليوم الذي خصص لفئة الفطامين، وهو سباق الشندقة الأول الذي يأتي بدعم ورعاية من نادي دبي لسباق الهجن الذي بادر بهذه الفكرة وهذه الجائزة وقدم هذه الأشواط الأولى 12 شوط لسباق الشندقة لفئة الفطامين، 6 أشواط للأولى للمتأهل 8 أشواط للمتأهلين 8 أشواط للتأهيل، ومن بعد ذلك ننتقل 4 أشواط لأهل المنطقة، ومن بعد ذلك ننتقل إلى 10 أشواط لسباق الحلفة، تقريبا نفس المسافة 1500 متر. مع هذه الاستعدادات الأولى التي تجري الآن، ترحيبنا بكل الحاضرين، ترحيبنا أيضا بالمشاهدين الأعزاء. ما هي إلا لحظات وثواني معدودة ويتحرك أول أشواطنا الرئيسية وهو سباق الشندقة. نشكر نادي دبي والقائمين على نادي دبي على هذه البادرة وعلى هذه الفكرة، فكرة سباق الشندقة وشروطها وتسعيرات وأيضا المزاد الذي سيرافق أيضا المتأهلين إن شاء الله في ختام هذا السباق. ننتظر هذه الانطلاقة، عندنا هملولة ستشارك بشعار محمد بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي، فخر سالم بن سعيد بن مصبح المخمري، الحاكمة سعيد بن راشد بن مرخان، حفلة إبراهيم بن سعيد بن سالم الحجري، وضحة سيف بن راشد الشعالي العليلي، ونهب لأحمد الحميدي العبد الوهيبي، ودغشة أيضا مسجل الخليفة بن ربيع بن غويث الاجتبي، وعندنا أيضا العنود حمد بن عوض بن حارب بن عبد الله الاجتبي، وغارة لمحمد بن سالم بن عبيد بن دغيش الاجتبي. هذه الأسماء المدونة في سباق الشندقة التراثي الذي ينطلق في صباح هذا اليوم هنا في ميدان الهباب، وهكذا بدت إشارة الانطلاق لأول أشواطنا الرئيسية لفئة الأبكار الفطامين 1500 متر، سنتابعها في هذا المسار وفي هذا الانطلاق. نرحل إلى بداية هذه المسيرة، نرحل إلى شعار بن مرخان منسجل حضوره مع أول الانطلاق، ويتقدم مع الحاكم سعيد بن راشد بن مرخان، أما المركز الثاني يدغش خليفة بن غويث الاجتبي، يقدم ملنا ادغشة المركز الثالث، اقول وضحة السيف بن راشد الشعالي العليلي حاضر وقادم من ميدان الشعب، عقادم من ميدان اللبسة، المركز الرابع فخر وسالم بن سعيد بن مصبح المخمري، الخامس نهب احمد بن حميدي بن عبد الوهيبي. هذه الاسماء المتقدمه غيرت من سمعه الزقره، يا الشعالي يا الشعالي يا الشعالي، الله اللي شعل ازمام الركض نار. وهذه الان وضحة سيف الراشد الشعالي العليلي، يلا يا النسيب يلا خلك في الفورمه، روحت وسرحت والرب يحفظها حريصه. شوف المركز الثاني بن غويث، المركز الثالث يوه 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 يوه، وصل 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 وصل، راعي نهب احمد بن الحميدي بن عبد الوهيبي، يا الشعالي روح يا الشعالي روح
يا الشعالي روح مع ضربة البداية مع أول الانطلاقات. هذه واضحة، سلام يا اللبسة، سلام سلام فليل معلة، سلام سلام للشعالي، سلام سلام يا الشعالي، سلام سلام يا الشعالي، سلام سلام يا راعي واضحة سيف بن راشد الشعالي العليلي، سلام يا العليلي، سلام. المركز الثاني نهب أحمد الحميدي العبد الوهيبي، المركز الثالث لبن مرخان، الرابع بن غويث. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، دقيقتين وتسع ثواني، دقيقتين وتسع ثواني، هذا هو التوقيت الذي تحقق مع الشعالي. سلام يا العليلي، سلام سلام يا ابن عمي، سلام سلام يا راعي وضحى، سلام سيف الراشد الشعالي العليلي من قدم وضحى في أول الانطلاقات مع ضربة البداية، مع بداية انطلاقة أشواط الشندقة في صباح هذا اليوم. استطاعت وضح أنها تنهي الجولة وتهدي هذا الناموس السيف بن راشد الشعالي العليلي القادم من ميدان الشعب، القادم من ميدان اللبسة، القادم من فلي بن معلة. صباح الخير، نقول صباح الخير يا أهل اللبسة، نصبح عليكم من هنا من ميدان الهباب، نصبح عليكم بالناموس.